هذه امرأة تقول إنها تقيم في بلاد الكفر وتعمل في بيتها مربية للأطفال. هذه إيش؟ امرأة مقيمة في بلاد الكفر. نعم. وتقول إنها تعمل مربية في بيتها للأطفال. فيأتيها الآباء لأخذ أولادهم علما بأنه لا يكون في بعض الأوقات زوجها موجودا، لكنها قد لبست اللباس الشرعي، فتسأل هل يجوز ذلك وهل يجوز إدخالهم وهل يجوز لها هذا العمل وهو حضانة الأطفال من الكفار؟ الإحسان إلى الأطفال طيب، الإحسان إلى الأطفال طيب، لكن إذا جاءوا يطلبون أولادهم خليهم وراء الباب وتطلع أولادهم لهم، تخرجهم لهم وهم وراء الباب، لا تخليهم يدخلون عليها. نعم.